سلام صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. المهم سمحوا لي على التعطيله على هذا الفيديو، طلبتوه مني بزاف من نهار عرفتوني ولدتو داكشي. شكرا بزاف على البنات اللي باركتوا لي هنا في التعاليق في انستغرام. شكرا شكرا والله البنات، شكرا بزاف 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 على الحب ديالكم. التعاليق البنات سمحوا لي انا ما كنتش كنجاوب بزاف، كندخل كنقرا وكنفرح وكنخرج. شي مرات كنجاوب، شي مرات صافي تغير الله كنجي نبغي نجاوب كتنوض ليا ولا قطعت ليا دانيا. راكم عارفين دابا المسؤوليه زادت، وعاد قلت نعس شويه تا هو خربق ليا. راكم عارفين الوقت وليت كنوض مع الطلاب، ما كيكفاكش الوقت ديري بزاف ديال الحاجات. المهم ما كندخلش تقريبا نهائيا اليوتيوب كاع باش نجاوب، لهذا غير سمحوا لي بالحق قريت كلشي وغنجاوب كلشي ان شاء الله شويه بشويه، وفي الانستغرام كنحاول نجاوب. المهم شكرا بزاف على الحب ديالكم، كما كان الحال كيوصلوني المساجات كنقراهم. شكرا 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 بزاف، وشويه بشويه اكيد نجاوبكم. تستاهلوا كل خير، تستاهلوا كما نتوما كتعطوني وقتكم تفرجوا فيا، عزيزه عليكم حتى نتوما تستاهلوا نعطيكم وقتي. غير هو خصكم تعرفوا راه الفيديو دابا غيتسجل بعد المونتاج، شي مرات داكشي اللي كنتعطوا له شي مرات ما كنجاوبش. غير سمحوا لي ماشي حق زعما كنتجاهلكم ولا شي حاجه، سينو ربي اللي عالم. بالعكس كيعجبني بزاف نجاوبكم، شي حاجه اللي كتفرحني كيف ما قلت لكم. كنحس كما نتوما كتعطوني وقتكم حتى انا تستاهلوا، خصني اقل حاجه نعطيها لكم هي الوقت ديالي. وصافي حبيبات غير سمحوا لي، وصافي راكم عارفين الامهات اللي مجربين عارفين النعاس كيفاش كيكون مرون. ان شاء الله شويه بشويه نرجعوا الروتين نرجع كيف كان. وصافي وصافي حبيباتي، اليوم جبت نشارك معكم فيديو طلبتوا مني بزاف، اللي هو الفيديو ديال تجربتي مع الولاده. سمحوا لي كما قلت لكم التعطيله راه العيوب. صافي غنعاود لكم تجربتي تقريبا مع الولاده، وان شاء الله ندير لكم فيديو ديال الابره باش نعاود لكم تقريبا فاش حضرت لتشارلا. درنا بحال واحد الاجتماع، معرفتش شنو هي تشارلا بالعربيه. المهم بحال واحد مشينا لواحد الصاله وقال لنا تقريبا داكشي كيفاش كاين وشنو هما زعما الحاجات اللي يقدروا يوقعوا ليك. المهم ندير لكم فيديو خاص باش ما يجيش الفيديو طويل، وكل واحد يدخل الفيديو اللي هو مهتم به. كاين اللي ما مهتمش بتجربتي مع الولاده ولكن مهتم ديال الابره، لهذا ان شاء الله ندير لكم فيديو واحد اخر غير باش نعلمكم. وصافي حبيباتي غنبدا لكم تجربتي هكا مع الولاده كيفاش كانت. يعني انا صراحه البنات ما تعطلت باش تجي العين الدنيا تقريبا حتى الاثنين، باقي لي نهار وندير 42 سيمانه. تخيلوا في داليا كانت 41 سيمانه تقريبا وشي حاجه، وحتى هي شي 6 ايام صراحه حتى هي تقريبا بحال بحال. مهم صراحه ال 15 يوم الاخيره ديالي قبل ما نولد صافي البنات جاني ستريس بزاف بزاف بزاف، وليت كل ليله ما كيجينيش النعاس. كنقول صافي دابا المهم دابا تجيني وقت الولاده، دابا تجيني كل ليله كل ليله، خصوصا فاش كيجي الليل يعني ما كننعس والو ما كننعس والو. صافي جاني بحال الوسواس كما كنقولوا، ماشي زعما هذاك الخوف من الولاده لا، كنقول عندك يجيني زعما تجيني وقت الولاده في ديك الساعه ما عرفت بحال كيجيني بحال الوسواس، يعني كنبقى دايره بالي معاه. حقاش تعطلت صراحه كيف ما قلت لكم، يعني تالت تقريبا بقات لي نهار وكملت 42 سيمانه. المهم ثلاثه السيمانات الاخيره كنمشي كل مره، تخيلوا كي معاك كان ديك الساعه راجلي خدام بابا اللي كيديني، ملي كنمشي بابا وماما كيديوني مساكن كيبقاو يتسناوني على برا، كندخل انا باش نديرو كيديروا لنا السماطي باش يشوفوا واش كاين شي اثر ديال الوجع، واش المهم واش كاين شي اثر باني زعما نقدر نولد في ديك السيمانه ولا في ديك النهار ولا في الغد ليه. ما تيلقاو ما كاين حتى شي اثار السيمانه الاولى الثانيه والثالثه، وكل مره كنمشي كنقول غادي يشدوني كل مره. يعني لحقاش الليله قبل منها بحال اللي كنحس بشي حاجه، كنحس بالالم في كرشي، يعني بحال كما قلت لكم داك الوسواس كيرجع ليا في عقلي بانه راه كنحس يعني بحال كيغلب لي على العقل ديالي، وكنقول صافي هذا راه الوقت ديال الولاده لهذا يمكن راه غيشدوني. وكنمشي ديما مستعده بداك الخوف، الخوف اني نخلي دانيا صراحه اكثر حاجه البنات اكثر حاجه هاد المره اثرت عليا اكثر هي دانيا. علاش حقا نفكر غنمشي غنخليها 3 ايام اول مره غنتفرق على بنتي. دابا جاني بكا نعاود لكم نتفكر ديك اللحظات. تخيلوا البنات اول مره غنتفرق على دانيا 3 ايام، يعني ما نشوفهاش لا ليل لا نهار لا ليل لا نهار لا ليل، اول مره من نهار ولدت. يعني تقريبا دانيا دابا عندها 6 سنين ونهار كانت في الكريشه، يعني نقولوا 7 سنين تقريبا، يعني وانا وبنتي هكا ما كنتفرقوش. ومنين جات هذيك هاد اللحظه عرفتوا البنات ما تتخيلوش، عرفتي قلبي كان كيتقطع وكنبقى نبكي. ديك 3 سيمانات زادني حتى هذا الشيء، ملي قربت الوقت كنبقى نتفكر ديك 3 ايام اللي غنمشي ونخلي بنتي، يعني غنمشي انا وبابا غيكون لحقاش بابا غيكون معايا، يعني ما غتبقى لا معايا لا مع بابا، غتبقى مع ماما اللي اكيد ماشي انا زعما خايفه على دانيا ولا شي حاجه، تكون في ايادي امينه. ولكن سبحان الله الكبده، يعني انا الفراق ديالي معاها اللي ما تبقى تخاصم عليا. ماما كتقولي واش غتخليها زرا غتخليها معايا، راه هي عزيزه عليا منك انت زعما كتبغي. تنقول راه ماشي زعما خايفه على لحقاش غادي نخليها معاك ولا ما مرتاحاش لحقاش نخليها معاك، لا قلت لها كنقول لها لا راه داك الفراق لاني غنفرقها هذيك 3 ايام هي اللي كيضرني انا اللي غنتوحشها، ماشي يعني ما عجبني في شكل الصراحه. يعني كنت سونسيبل بزاف، وراكم عارفين الكبده داك زعما اللي مجربين سبحان الله، يعني كيف ما قلت لكم اثر عليا اكثر اني نخلي دانيا ما
المهم سمعتوا راه ليا معايا جايبه حدايا باش تشوفني وكتشوفني وكتبقاش تبكي. وكيف قلت لكم حبيباتي يعني اكثر حاجه اثرت عليا اكثر من الخوف من الاولاد وكل شيء هي هذه. وثاني بدا نفكر الله نقدر الله يحفظ واخا داكشي في يد الله سبحانه وتعالى شي مره كيبقى يغلب على داكشي اني نقدر الله يستر نموت واخا نموت بيد الله ونقدر نموت دابا ولا غدا ولا البارح كون مت ولا المهم يعني هادشي ديما تنبقى نحاول داكشي ديال الله سبحانه وتعالى ما نقف وحدي مرض راسو. ولكن سبحان الله ملي يكون عندك الولد بحال هكا الولاد وغتمشي تولدي ماشي بحال قبل ما كانت عندي حتى حد من شنو الدنيا ماكش ديما ديك داجين ديك الفكره ديال الموت كنقول عندنا مش تراجم داكشي بيد الله سبحانه وتعالى اللي بغى ربي اللي غتكون علاش نمرض راسي انا دابا اللي بغى ربي اللي غادي تكون صافي فوق صافي وكنبرد على راسي غير ملي بنت نولد ليا مع كاينه دنيا سبحان الله ديك الفكره تولي غتخلي واحد الكبده الله ولا الله يستر تقدر توقع شي حاجه لبنيتها الغد. المهم سبحان الله سبحان الله الله يسمح لنا من الوالدين والكبده الصراحه صعيبه 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 والله العظيم الله يسمح لنا من الوالدين هادشي اللي نقولوا الله يقدرنا على التربيه ديالهم يا ربي ونوصلهم حتى يكبروا ويعرفوا يهزوا راسهم براسهم هادشي اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى. وصافي حبيباتي يعني كما قلت لكم التجربه ديالي كانت شويه صعيبه هاد المره على حكم اني غنخلي دانيا. اما دائما ديك الفكره اللي نقدر دابا نقول بنات المبتدئات اللي غادي تجيكم يعني كما قلنا عليه نقدر نمشي نولد ونموت الله يستر ونخلي داك البيبي ولا توقع شي حاجه للبيبي حيدوها من بالكم يعني اكيد ضروري ما تجيكم ما نقول لكمش ما خصهاش تجيكم امبوسيبل احنا بنادم يعني ضروري من تجيكم دوك الافكار في راسكم ولكن دائما فكروا انه كلشي بيد الله سبحانه وتعالى. علاش نتعذب دابا ولا كتب الله وقعت شي حاجه نتعذب ثاني ديك الساعه ما تعرفي ربي يقدر يجيب اي حاجه ولكن دائما كون بوزيتيف على ولا نتعذب دابا ومن بعد كلشي يدوز على خير. يعني كنت تعذبت هذا العذاب اللي تعذبت دابا غير بحالي غير عذبت راسي على والو ومن بعد كلشي داز على خير. لهذا نكونوا دائما يعني بوزيتيف نكونوا دائما ايجابيين وديك الساعه اللي بغاها ربي اللي غادي تكون ربي بوحدو اللي كيعلم. علاش نعذب راسي ونقول نقدر نموت نقدر البيبي ديالي يوقع لي شي حاجه ولو يقولوا لكم مثلا ديك القضيه ديال البيبي ديالكم راه صغير ولا كبير ولا قولوا اللي جابها ربي مرحبا بها وخليوها في يد الله سبحانه وتعالى. انه شحال مره كيبقى يقول هادشي انا في الدنيا قالوا لي بنتك كتبان صغيره ماما كانوا كيقولوا لك خويا وكينقص تبارك الله ما شاء الله عليه يعني بخير وعلى خير. يعني في الاول وفي الاخر كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى واللي جابها ربي مرحبا بها. فكروا هكا باش الشيطان ما يلعبش علينا وحتى ما نبقاوش نفكروا بديك الافكار الخايبه اللي كتاثر علينا في الاول وفي الاخر في الصحه ديالنا وحتى ديال البيبي. يعني ديما ديروا هكا فكروا فين ما تجيكم الحاجه مثلا تجيكم الموت المرض يعني في هذا الشيء ديما قولوا شوف انا ندير اللي عليا واللي بغاها ربي مرحبا بها. ديما الانسان يحاول يحضر راسو ويحاول على راسو ما يتعصبش ما يمرضش راسو ما يهش الهم بلا قياس واللي جابها ربي ديك الساعه نتلقاو ليها مرحبا بها لحقاش ما عندنا ما نديرو قدام القضاء ديال الله سبحانه وتعالى. وصافي هادشي البنات باش نقنع راسي لا في ديك المره لا هاد المره لا في اي حاجه في الدنيا كتوقع كنقولوا صافي اللي جابها ربي مرحبا بها وصافي ما نبقاوش نمرضوا راسنا. بالنسبه لبنات الولاده يعني قلت لكم هادشي غير باش بنات لي الله اول مره وداكشي ما تبقاوش تفكروا بزاف وتمرضوا راسكم لان داكشي في الاول والاخر كيأثر علينا. انا كما قلت لكم 15 يوم الاخيره راه دازت عليا غير اني دايره البال مع الولاده وكما قلت لكم ديك 3 ايام غنخلي دانيا. وتخيلوا لك اول مره غتولدوا ما عارفينش كيفاش غتواجهوا الامر. الا ما شفتوش الفيديو ديال تجربتي الاولى راني غنقلب عليه ونخليه لكم هنايا ولا قلبوا على التجربه ديالي في القناه راه غادي تلقاوها. لكن الاحساس ديالي كان اكيد في داك الفيديو ان شاء الله نديرو نعاود نشوفو. المهم حبيباتي يعني كما قلت لكم السيمانه الاولى مشيت والو الثانيه مشيت والو الثالثه مشيت داروا لي سماطي وقالوا لي شوفي نهار مشيت نهار الجمعه كنعقل يمكن له ما عرفت السبت الله ما عقلت مشيت في الصباح قالوا لي شوفي دابا ما فيك حتى شي اثار غتبقاي حتى نهار الثلاث يمكن الثلاث اللي ما خفت نكذب يمكن الثلاثي صح مع 8 ونص مع 8 ونص ديال الصباح البنت ما كناعش بالليل شوف رجع زلام. المهم فبقيت السبت والحد والاثنين كل ليله كنقول صافي هذه وقتي هذه وقتي. وتخيلوا البنات والله الا كنحس بالوجع يعني انا مع مجربه شنو الوجع وعارفه وكنحس بالوجع واش هي الحاجه كنطلب من الله مع فداني ولد وجع اصطناعي كنطلب من الله سبحانه وتعالى اني نجرب الوجع الطبيعي لحقاش كنت نقول اكيد شي حاجه من عند الله غادي تكون يعني غتكون سهله من شي حاجه ديال بنادم يعني وجع اللي جاني من عند الله سبحانه وتعالى كنت كنحس كنقول غادي يجيني سهل من الوجع اللي كيدير لكم اكيد يعني ربي سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر تيحن فينا. ولكن قد ما درت مع البال ما جانيش والو البنات والو 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 صافي حتى جا نهار ثلاث الصباح جمعت حوايجي صافي مانيطه ديك ثلاث السيمان فين مشيت هزيناها في الكوفر فين ما مشيت صافي مشيت دخلت شدوني البنات. وتخيلوا كل مره كما قلت لكم في ديك السيمانه نرجع بمالي الدار تيقول لي ما شدوكش صافي المره الاخرى بقيت كنبكي وتعصبت كنقول ما عرفتي انت بحالي صافي بغيت خلاص نريح دوك ثلاث ايام باش نرجع لداري مع بنتي ونشوف كل كيفاش داز داكشي ونرجع مع بنتي حتى هي الاخرى
سبحان الله. فروين الحمد لله داز كلشي على خير وبخير. يعني نهار ثلاث مشيت مع 8 ونص شدوني، بقيت عندنا 8 ونص اكيد وجع اصطناعي لانه ما كانش الاثر ديال الوجع نهائيا، داروا لي الصماطي والو ما كاينش، صافي الوجع اصطناعي. اكيد ما ندخلش لكم في التفاصيل على حكم كما كتعرفوا القناه ما كتعرفوش كل اللي كيتفرج، واخا انا عارفه انه الاغلبيه البنات اللي كيتفرجوا في الاول وفي الاخير ما كتعرفش كل اللي كيتفرج، ما نقدرش ندخل لكم في التفاصيل بزاف. بيرو درت الوجع اصطناعي راكم عارفينه البنات. بديت من 8 ونص وانا في السبيطار، حتى ما ولات حتى الغد ليه مع 7 يمكن قلقسم 6 وشي حاجه، يعني 7 قلقسم هكاك على عقد سي الغد ليه، يعني تقريبا 24 ساعه وانا في السبيطار البنات وانا مع الوجع الاصطناعي. في الاول كيكون شويه مع كيبقاو غادي وكيتجهد، ما كيجيكش زعما دقه، تيبقى غادي وكيتجهد، واللي صعيب بزاف هو صافي ملي كتبقى لك تقريبا ديك 8 سوايع وتولدي صافي البنات كتحسي يعني الروح ديالك باغا تزهق سبحان الله. يعني ما نعاودش لكم الوجع الصناعي صعيب، ولكن سبحان الله ديك اللقطه فاش كيجي كيشدك من بعد كيطلقك كترتاحي. يعني انا كنقول قلت راجي بقاش يدني هاد الوجع ربع ساعه متابعه ما يطلقنيش نمشي فيها، يعني ما نقدر يعني غنموت غير بداك الدولور. ولكن سبحان الله كما قلت لكم ما تخافوش البنات، لانه واخا تيجيكم ديك الفتره فاش يفوتكم كترتاحوا، كيجيكم يعني شي حاجه اللي واخا قد ما هي صعيبه قد ما سبحان الله تصبري ليها، خصوصا فاش تفكري راه غادي تبقى لك لحظات قليله وغادي تلاقاي مع المولود ديالك ان شاء الله. صافي انا واخا تيجي لك شي حاجه وحده ننصحكم البنات، ما تعصبوش يعني ما تعصبوش الجسم ديالكم، حاولوا ترخاو. واخا اكيد فاش تجيكم ديك اللقطه ديال كنضحك، فاش كتجيكم ديك اللقطه ديال الوجع اكيد ما نقول لكمش ترخاو، ما غاديش تقدروا، غادي اكيد تحسوا سبحان الله الجسم ديالكم كله كيتعصب زعما كيتجمعوا داكشي. ولكن نتوما في ديك اللحظه حاولوا تكونوا عوض ما تغوتوا ولا تجمعوا، ولا حاولوا يعني التنفس ديالكم طلعوا النفس وتهبطوه، طلعوا النفس وتهبطوها بطريقه يعني وانا بالضبط، ولكن هي التنفس ديالكم خدموا على التنفس اكثر ما انكم تخدموا على كما قلت لكم تغوتوا ولا تعصبوا ولا لا، حاولوا تنفسوا مزيان. راهما اصلا تيقولوا لك كيفاش ديروا وصافي، يعني كيجي الصراحه اسهل انكم تعصبوا وتبقاو زعما، لانه داك الغوات اللي غادي تبقاو تغوتوا بحال اللي كيعييكم، غيعييكم نتوما غادي تزيدكم هو حتى هو الالم ديالو، راه ما كيعاونش الصراحه، ما كيعاونش البنات. الغوات اللي كيعاون هو التنفس بطريقه صحيحه، تنفسوا بطريقه صحيحه وغادي ان شاء الله زعما كما قلت لكم تيهون عليكم ديك الوجع فاش كيجيكم وصافي. والله الصراحه البنات انا مع كما قلت لكم بديت كنحاول ندير نتنفس بطريقه صحيحه، وفي اللحظات اللي كان كيجي بدا كيجيني وداك تقول لي هي يعني كيبان هنا بانه الوجع غيكون جا قاصح، كتحسي به قاصح شويه، كنقول لها لا شويه كنقدر نصبر معاك، يقولوا لي باش شوفوا امتى يديروا البره ديال الظهر. صافي وصلت الصراحه واحد اللحظه البنات يمكن باقا لي 4 سوايع ونولد، 4 ولا 6 4 سوايع ونولد، انا اصلا ما كنتش عارفه شحال باقي حتى لك واش تقدروا صافي ديروا لي البره ديال الظهر. صافي يعني صافي سخفت صراحه البنات، ما بقيتش قادره. حاجه وحده البنات اللي كنت كنخاف منها هو يطيح لي الطانسيو ولا يطلع لي الطانسيو ولا نعيا، وراكم عارفين وقت الولاده كتخص تكون عندكم الفويرسا سينو يعني تكون عندكم الطاقه سينو راكم عارفين. صافي قلت لها كان ممكن تقد صافي بديت كنحس براسي كنعيا صافي الطاقه ديالي كتمشي، قالت لي صافي راك جيتي على الوقت نيت نيشان غنقدروا نديروها عليك. البره ديال الظهر البنات واش تعرفوا البره ديال الظهر البنات هي اللي كتبنجكم، البره ديال الظهر ماشي هو الوجع كيدار بطريقه اخرى، يا اما في السيروم يا اما بطريقه اخرى، يعني تدخلوا في الانترنت وقلبوا، يعني كيديروا بجوج مراحل، المرحله الاولى والثانيه. المرحله الاولى ما نقدرش نشرح لكم كما قلت لكم على حكم القناه راكم عارفين، لا شي بنت عندها شي حاجه تقدر تهضر معايا في بريفات وفي انستغرام نشرح لها شويه، ولا بقلبوا في الانترنت راه كاين كلشي. عاد باش كاينه المرحله الثانيه اللي كيديروا لك في السيروم، وعاد كاين عاوتاني واحد البلا كيدقوها لك في رجليك، واحد البلاصه في رجليك، هذه كتساعدك بحال اللي باش تزيدي باش تقربي للمرحله ديال الولاده. هذيك تيسولك واش بغيتي ولا ما بغيتيش، انا صراحه درتها لحقاش قالت لي واش بغيتي، بعدا سولتني واش بغيتي تصبت مشيت نعسي، يعني شي بالليل واش تنعسي حتى الصباح ونبداو يعني المرحله الثانيه ديال الوجع وداكشي باش تولدي. قلت لها لا ديري لي اي حاجه انا بغيت، قالت لي راك شويه قاصح عليك، قالت لي ندير لك واحد البلا شويه كتزيد الالم. حقاش بالتفاصيل حقاش صراحه كنت نولد بنتي على خير وبخير ديك الساعه. المهم سولتني قالت لي واش بغيتي تبقاي ما نزيدوش نكملو، تستراحي هاد الليله يعني نعسي ارتاحي حتى الغد اللي نزيدو نكملو زعما داكشي اللي خصنا نديرو. قلت لها لا الا كان ممكن هاد الليله صافي يعني ديروا لي البرا، ديروا لي السيروم، ديروا لي داكشي اللي خصكم ديرو باش صافي نزيدو، يعني بحال اللي كيزيدو باش يزيد عاش. دابا تيجيني صعيب الشرح. قربوا المرحله ديال الاولاد، ملي قالت لي قلت لها انا صافي الا كان ممكن اي حاجه تقدروا ديروها باش نولد يعني باقرب فرصه ماشي مشكله انا نصبر لاي حاجه. قلت لها بحال هكا صافي حقر صراحه بنشوف بنتي على خير وبخير. وصافي داروا لي ديك البرا باش كتزيد كما قلت لكم تسرع شويه الوجع وصافي.
من الحاجات البنات اللي تقدروا تكونوا بغيتوا تعرفوا لانكم زودتوني عليهم بزاف وانت ما كتبتوش لكم في الفيديو، ما ديوش عليا مع شطنا، ما عرفتش نعاود لكم، ما عرفش منين نبدا. المهم هو انه بالنسبه للدخول، فاش كتبغي صافي فاش كتبغي تدخلي تولدي كتختاروا شخص واحد يدخل معك، ماما راجلك يعني، من الاحسن يكون الزوج ديالك، سينو ما كانش ممكن. وهذا شي حد كتختاريه يعني الوالده ديالك ولا اختك ولا هذا، يعني هذه في الوقت ديال الولاده ياك، يعني مور الولاده يعني صافي هذاك اللي يدخل معاك هو اللي غادي يبقى معاك حتى تولدي. كدي كيديروا لكم بي سي ار ديك الساعه فاش كتدخلي صافي كيعرفوا بانهم غادي يشدوك وداك الشيء، كيديروا لك البي سي ار والشخص اللي غادي يبقى معاك في الولاده. من بعد ما كتولدي وكيطلعوك صافي الفوق اللي سميتو لابيتاسيون ديالك، ديك الساعه عندك حق تبدلي البيرسونا، يعني مثلا كان معك الزوج ديالك وبيتي ماما كتجي تبات معاك تجي، يعني اما ما تيقولوا لحقاش من دخلها كتقولها لك الفرمليه، هو من الاحسن يبقى معك الشخص من الاول، يعني مثلا يدخل معك الزوج يبقى الزوج معك، تخرج معك ماما، يعني من الاحسن علاش حقاش هما دايرين البي سي ار. سينو ديك القضيه ديال تبقاي تبدلي كل ساعه اللي يريح معك، لا مثلا الزوج ديالك عيا بغى يمشي للدار يرتاح يمشي، يا اما نهار كامل يا اما ليله كامله يا اما 24 ساعه، مثلا يمشي هو ويجي ماماك ولا اختك، يعني تبادلوا، بيرو ماشي زعما تمشي هو 4 سوايع ويجي ماماك بلاصتو من بعد يرجع هو، لا تيفضلوا ان هما الفرمليه كتنصح وكتقولوا من الاحسن من الاحسن يعني البيرسونال دخلت معاك في الولاده هي تبقى معاك حتى تخرجي. بروسي عندكم الحق البنات يدخل معاكم يعني بيرسونال اللي دخلت معاكم في الولاده تبدل وقتاش معيا ولا عيات الوالده ديالك ولا الزوج ديالك عيا بغا يمشي للدار يبدل مع اطرا بيرسونا. كما قلت لكم هما تيقولوا من الاحسن تكون فتره طويله، ماشي يبقى كل شويه داخل خارج واحد، كيبغيوش هكاك. هذا الشيء هذه انا وضحتها كنظن. وبالنسبه للماسكاريه، الماسكاريه سي البنات كنديروها وكنبقاو دايرينها للشخص اللي داخل معاك الوقت كامل حتى كتخرجي من السبيطار، لا انا يعني لا السيده اللي غادي تولد، يعني تتبقاي دايراها من غير انا. في واحد الوقت جاتني بحال التنفس ديالي ضعاف، داروا لي حيد الماسك، داروا لي الاكسجين في ديك اللحظه نسي حيدوها ليا، وبقيت محيده واحد الفتره من بعد صافي قالت لي ديريها وصافي درتها حتى حتى خرجت. فين كتكوني في لابيتاسيون ديالك وبقيت الماكله كده تحيديها وداكشي، ملي كتبقاي غير بوحدك ولا مع المهم تيكون حتى ما تكونش لافرمليه حتى شي حاجه تقدري تحيديها تسترحي. انا صراحه كنت نحيدها تنستي تسمع شي واحد جا بغى يدخل كنديرها، يعني كيجيبوا لك الماكله ولا كيجيو يشوفوا واش خاصك شي حاجه ولا يجيبوا لك الدواء. مهم هادشي اللي كاين البنات، كما كتعرفوا راه كل صباح كيدوز سنين كدوز الطبيبه تشوفكم واش كلشي مزيان، يعني واش البيبي مزيان واش انت مزيانه، كيتفحصوك الحاله ديالك. هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي نسيت ما قلت لكمش في الفيديو كنظن هو ضروري، بقيت كنعاود لكم لاني كنحسكم يعني كما قلت لكم كنعاود لكم التجربه ديالي بحال خواتاتي وصافي وصافي حبيباتي. هادشي اللي كاين خليكم مع الفيديو. هادشي اللي عقلت عليه يعني ديك البرا البنات كما قلت لكم لا سولوكم باش ديروها ديروها، ما تجيش يعني كتبقى اختياري عاد باش مورا ديك البرا هي فاش قلت لكم بقات لي 4 سوايع انا طلبت منهم قلت لهم صافي قبل ما يجيو يسولوني هما قلت لهم صافي الا كان ممكن دير لي برا ديال الدار اللي هي لابيدورال ولا ايبيدورال. البنات كيف ما قلت لكم هي اللي كدير تخلي النص ديالك يتبنج عوض ما يبنجو كامله، كتبنجي النص ديالك لانه اكيد ما تقدريش تبنجي كامله الا كانت ولاده طبيعيه، وصراحه كتساعد بزاف لانه كترتاحي بعد ديك 4 سوايع الاخيره ارتحيت الحمد لله، ما عقلش نحس بالوجع لانه صافي كيموت عليك النص ديالك. اي فوالا تما يعني ارتاحيت شويه وبديت كنستعد يعني ارتاحيت ارتاحيت يعني ما بقيتش معصبه مع الوجع ولا دير بالك ولا مرا يجيني ويمشي ويجيني يمشي حتى صافي جات الوقت فاش تزاد ليان. واحد الوقت واحد اللحظه البنات صراحه تخلعت بزاف ليان ما بقاش كيضرب القلب ديالها وتخلعنا صراحه، كانت تقريبا شي ما عرفتش شحال من ثانيه باش حبس، ولكن الحمد لله من بعد كلشي داز بخير على خير، يعني الاطباء اللي كانوا زعما وقفوا معايا وداكشي والحمد لله داز كلشي على خير وبخير. هذيك اللقطه البنات تاش نقول لكم دازت عليا لانه سبحان الله في ثواني معدوده حسيت بحالي كلشي العالم الدنيا وقفت قدامي ملي شفتهم كلهم يعني بريكوبادوس، يعني اغلب كلهم كانوا نساء كلهم كانوا معايا جوج الماترونه اللي ولدتني في دنيا سبحان الله كنت نطلبها من الله وقلت كنت نهضر مع راجلي غير هكا عفويا قبل ما نمشي، كنت تخيل تكون تكون عند شي ماترونه بحال هذيك اللي ولدتني في دنيا ولا هذيك فين كنهضروا قلنا محاج دابا راه 6 سنين هذه محاج تبقى هي هي وسبحان الله وخديره الماسك وسمعت سميتها وانا نقول ليها راه واش انت فلانه كنتي دخلتي يلاه فاكاسيونيس راك ولدتيني بنتي الاولى ما عرفتش انت ولا لا ويدير الماسك بحال هكا، كانت هي سبحان الله وهي كانت معايا تقريبا حتى لاخر لحظه وقعت واحد الحاجه طريقه شي حد جا على فلان حقاش كما قلت لكم يعني في الليل نص الليل واضطرت انها تمشي وبقاو معايا جوج بنات ممرضات. يعني كما قلت لكم في ديك اللحظه هي فاش سكت القلب ليا كانت معايا هي الدكتوره
كانت معايا وصافي هي ما هضرات ما قالت لي حتى شي حاجه كدير خدمتها كتشوف هذاك المونيتور وكدير خدمتها وانا انا ملي سمعت القلب سكوت وشتها بريكوبا دا وكدير خدمتها وبقيت الناس هكا تخيلوا ما هضرتش بقيت مصدومه كنشوف فيها تنقول غنهضرها غنهضر معاها غنزعجها غادي نموليستيها وما غاديش تقدر تشوف خدمتها خليها باش دير خدمتها باش بنتي الا كانت تدوق على شي حاجه تعتق هادشي تنفكر فيه تخيلوا باش تعرفوا القلب ديال الام وصافي بقيت ساكته مصدومه 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 حتى مشات هي عيطت بزاف للدكتوره اللي هي كبر منها الغينيكولوغا مشات تجري كانت متكيه ولا عرفت نعسه كيف ما قلت لكم لانه نص الليل وكانت الدنيا ديك الوقيته كانت الوقت هادي كما قلت لكم غير سبحان الله مورا فاش وقع لي داكشي مورا صافي تقادت الحاله ديالي وديال ديال العيال صافي بداو كيجيو الناس كان كنضحك المهم كيف ما قلت لكم البنات عيطت هذيك الطبيبه الكبيره جات الطبيبه حتى هي لكن ديك الساعه صافي كان الحمد لله كلشي تقاد يعني القلب ديال العيال بدا كيضرب ولكن راه عرفت الثواني كما قلت لكم معدوده راه تفكرت دابا وما عرفتش يعني سبحان الله يعني كما قلت لكم وقفات الدنيا ما بقيتش معروف قديتنا نهضر ما قديتش ندير حتى شي حاجه بقيت مصدومه وصراحه حسيت داكشي اثر عليا مورا الولاده بقيت واحد الوقت بحال اللي في شكل زعما نقول شي هضره كنقول هضره اخرى بحال تصدم صراحه وخا كما قلت لكم ثواني معدوده كنبقى داكشي اكثر من ثواني كوني ما عرفتش وقع ليا من بعد قالت لي صافي ترانكيلا طوطو بيان قلت لها كان راه جاي يخرج يجيب لي اكواريوس لانه هو باش كنشرب كنعتق ويقول لي قالت بدات كتعاود لي قالت لي عرفتي راه بقات مصدومه ما بقاش قلت لها سيسكي قلت لها ما عرفتش ما نقول صافي كنقول غير صافي تنقول نتسنى واحد شويه باش نجيب لها بقى هادشي نقول لها صافي يعني دخلوا لي غرفه العمليه ديروا لي زعما واخا تعذبت واخا دوزت الوجع واخا ماشي مشكل ما بقى لي والو الولد غير زعما صافي نفتحي ولدوا لي زعما العمليه هادشي وليت كنفكر نقول لهم صافي نقول لهم صافي ما تزيدوش يعني كثر ما بغيت نقولها كنقول نسكت بلاتي بلاتي صافي كنت زاد واحد شويه واحد ثواني حتى واحد جوج ولا ثلاثه ثواني كنت غنقول لها صافي يعني دخلوني غرفه العمليات ما يمكنش يعني بنتي خصك تعتقوها ما كيهمنيش انا العذاب اللي غندوز من بعد المهم بنتي تزاد على خير وبخير صافي الحمد لله ربي تيدير الخير والله الا ربي تيدير الخير كنحمد ربي ونشكره الحمد لله دازت كلشي على خير وبخير من بعد العذاب كما قلت لكم سبحان الله في كل العذاب البنات كيكون العذاب في الولاده ماشي ما كيكونش ولكن سبحان الله تشدوا وليداتكم راه بحال ما دازت والو دابا كنشوف فيها يعني لو حمد داز عليا صعيب الولاده شويه صعيبه ولكن مع ذلك سبحان الله تشوف فيهم تشدوهم دابا حاجه وحيده كتبقى تطلب من الله انكم تشوفوهم يعني صحاح ما يوقع لهم حتى حاجه ما يمرضوش لك ما حتى شي حاجه الله يحسن العوان زعما راه الكبده صعيبه والله حتى الكبده صعيبه البنات وصافي كما قلت لكم يعني ما تخافوش راه في الاول وفي الاخر تشدوا وليداتكم ان شاء الله في يديكم وكل شيء غادي تنساو يعني كنقول لهاد البنات اللي يلاه مجربين الله غيجربوا يولدوا ان شاء الله غادي تنساو كل شيء وكل شيء كيدوز كنتعافى وكنتشافى والحمد لله نطلبوا غير هذا الشيء واحد زعما يدوز الولاد على خير البيبي يتزاد على خير حنا نولدوا على خير من بعد كنبراو شويه بشويه الوليدات ديالنا حتى هما كيكبروا وصافي يعني كيف ما قلت لكم صباح تشوفوا عويناتهم كنا كنسمعوا الهضره كنقولوا هاد الخربيق فلوس بصح كتشوفوا عويناتهم كتشوفوا الضحكات ديالهم كتقيسوهم غير ديك اللحظه واش كيعطيوهم لكم صافي انا ما ويت كنقول كنحمدك يا ربي ونشكرك والله العظيم فاش حطوها لي هنا البنات نقول انت كنحمدك يا ربي ونشكرك كنقولها وكنعاود نقولها يعني بالعربيه وكلشي بصوت عالي زعما ماشي في راسي نو بصوت عالي كنقول كنحمدك يا ربي ونشكرك كنحمدك يا ربي ونشكرك يعني صافي الحمد لله بنتي على خير وبخير ما كيهمنيش يعني كما قلت لكم داك العذاب اللي داز الحمد لله صافي حبيباتي شي بغيت نقول لكم التجربه كانت زوينه صعبه وزوينه في نفس الوقت سبحان الله ما عمرك تفكري انه شي حاجه كتألمك كتوجعك شي حاجه صعيبه في نفس الوقت كلشي احسن حاجه في الدنيا يعني اللي غادي تعيشيها هي انه كيف ما قلت لكم يجيو وليداتكم للدنيا على خير وبخير والله يعني يجيو وليداتكم الدنيا يعني بصفه عامه تشوفوا عويناتهم خصوصا كما قلت لكم رجعوا على خير وبخير صحاحين ما تزيدوش تهزوا لهم الهم يعني لا زادوا تا شويه زعما مرادين وداكشي وفاش جات البنات تخيلوا كانت شربت لي شويه الماء وتعطلوا باش يردوا عليا قالت لي خصك تجي للطبيبه الطبيبه الصغيره ما عرفت مالي مع الطبيبه الكبيره والصغيره جي بيدياترا اللي متكلفه بالوليده الصغار يشوفوها باش يشوفوا لك ما شربات الماء بزاف وعرفتي البنات تزات اللون ديالها ماشي نورمال عرفتي تخلعت واحد الخلعه واحده اخرى قلت لها مالا واش كما مريضه كما غادي يديروا انا اختي يديروا لي في القرعه ما بغيتش تفرق مع بنتي صافي 9 شهور ولا كنتسنى فيها ولا ما عرفت كثر 42 كيلانه وانا كنتسنى باش يديروها في القرعه وثاني راه صافي يعني صافي تخلعت صراحه قلت لك ما يديروا لي في القرعه ولا شي حاجه وخصني نبقى زعما ما غنشوفهاش نبقى نمشي على الرضاعه تخلعت صراحه بديك اللقطه مشت اللون ديالها لانه كما قلت لكم اللون ديالها كان شويه ماشي طبيعي ساعه جات البيدياترا شافتها قالت لي طوطو بيان واللون داك اللون بقى مشى ليها يعني رجع لها لونها الطبيعي والرجيله تبقى البنات رجيلها تبقى واحد لونها بقاو يعني بحال واحد اللون بحال موف بحال
قلت لها زعما واش هادشي نورمال يعني راه بقى دازو ساعات وباقيين. قالت لي لا ما تخافيش راه عاد دابا التيمبيراتورا كتبدل وداكشي ما تخافيش. حقاش بداني صراحه ما وصلتش ديك الدرجه داك اللون، ولكن الحمد لله دازو كنيت كما قالوا ساعات وداكشي وصافي كلشي داز على خير وبخير الحمد لله. بنتي رجعت اللون ديالها الطبيعي وكلشي كان على خير وبخير الحمد لله. ما بقاوش كيدوشوا ليهم، كيقول لك حتى النهار الثاني ولا الثالث. المهم انا العيان ما جاوش يدوشوا ليها نهائيا، ولو قالوا لي دوشي لها تنقول لهم بنت ندوش لها تيقول لك نو ميخورنو. قلنا لهم علاش، قال لك اس اكونسيخابل وسمعتهم ماشي زعما غير معانا سينو سمعتهم. قالوا حتى الواحد صبليوني تما كان خارج في ديك الباسيو قال لها زعما علاش شحال هذيك كنا كندوشوا لهم داكشي. قالت لي نو ساوره زعما لاحظنا انه اكونسيخابلي من الاحسن ما يدوشوش حتى واش ثاني يوم ولا ثالث يوم. المهم انا ما بغاوش ما قبلوش ليا ندوش ليها حتى بغينا نخرج نهار ثلاث ايام. دخل نهار ثلاث ايام ما جاوش يقول لي دوشي ليها، انا مشيت لعندو قلت لهم جيو عاونوني. واخا كان راجل كشي من الاخر قلت انا راجل اجي ندوشو ليها حنا كيما اكيد في دارنا ما يعاون حتى شي واحد، انا ما يعاون حتى شي واحد. انا كنت زعما يجيو هما، انا صراحه كنت باقا ما زعماش يكونوا باقيين صغار تنخاف عليه ذاك الرضاعه عرفتوا تنبقى نترعد كنبقى نترعد ما عرفت تنخاف ما عرفت سبحان الله كما قلت لكم الكبده كنخاف لا نلوي ليها يديها ولا ندير لها شي حاجه في الهزه كنبقى نترعد ما كنصيب كي ندير تنبقى نقول راجل عطيها ليا وبقى يعاونني باش نقاد ما ولفت عاوتاني عا بزز صافي بدوش. قلت زعما تجي شي وحده تعاون راجلي حقاش انا كنت باقا عيانه وما قداش نشد الاخر تعاونت انا وراجلي صافي دوشنا ليها ما جاو فين يجيو حتى حقاش كنتعطل بيت نجي خلاص بحالي للدار صافي دوشنا ليها وجينا بحالنا للدار. يعني باش تعرفوا هذه المعلومه ما بقاوش كيدوشوا يعني كيمسحوا لهم وصافي كيخليهم يعني حتى نتوما تطلعوا بنياتكم ولا وليداتكم الفوق تسناو واحد شويه مسحوا لهم وصافي داك الشيء اللي كيكون فيهم تيمسحوا لهم حتى هما غير ولا بالكم نتوما باقا شي حاجه راسهم ولا هذا مسحوا هما راه كيمسحوا لهم بالطوايطات يعني قبل ما كيعطيوهم لكم اكيد. وصافي حبيباتي هادشي اللي كاين ان شاء الله اكيد ما عرفتش عاودت لكم كلشي المهم عاودت لكم تقريبا بحال اللي كنعاود لشي صاحبتي تجربتي كيف كانت احاسيس ديالي وداكشي. صراحه شي حاجه كما قلت لكم هي زوينه ما تخافوا من حتى شي حاجه نتكتو يعني قربتو تولدوا ولا هذا احسن حاجه غادي تعيشوها. وكيف ما قلت لكم ديما فكروا انه من بعد ان شاء الله غير الله يجيب لكم وليداتكم على خير وبخير غادي تنساو داكشي كلشي. واخا تكونوا في ديك اللحظه كتعذبوا من بعد تنساو كلشي. انا كنأكد لكم هادشي كتنساو كل حنا اصلا البشر كننساو كدوز علينا الحال وكنساو. ولكن تخيلوا واحد الحاجه كتسناوها يعني كبدتكم تشدوها في يديكم ديك الساعه ما كتحتاجوش وقت باش تنساو ديك الساعه كتنساو الحر. لهذا ما تخافوا من حتى شي حاجه وتفائلوا بالخير ان شاء الله تلقاو الخير. ديما التفاؤل بالخير كيف ما قلت لكم وديما فين ما جات شي حاجه خايبه لعقلنا توقع ديما نفكروا وفي الاول وفي الاخير اللي بغاها ربي مرحبا بها سبحان الله كتبردوا ديك الساعه ودوما فكروا ما غتصيب ما غيصيبنا غير داكشي اللي ربي كتب لينا. ديما تجيني انا شي حاجه بصفه عامه براسي خايبه تنقول ما غيصيبني غير داكشي اللي مكتوب لي الله. لهذا علاش غادي نبقى نهز الهم وعلاش غادي نخاف وعلاش غادي نتقلق؟ انا في يد الله والله سبحانه وتعالى غادي يدير غير الخير وغادي يدير داكشي اللي مزيان داكشي اللي مكتوب راه غادي نعيشوه اكيد. وصافي حبيباتي تهلاو ليا فراسكم حتى ندير لكم فيديوهات اخرين عندي شي افكار نشاركهم معكم ديال هذا الشيء غنشارك معكم حقيبه الولاده. المهم الا بغيتوا شي حاجه يعني ما مولفاش كنشاركها معكم نهضر لكم عليها قولوا لي في التعليق وعلاش لا مرحبا نشارك معكم يعني الا كنت عارفه شي حاجه نقدر نفيدكم بها اكيد. وصافي حبيباتي تهلاو ليا فراسكم وقولوا لي واش معنا شي بنات لا ينسى تنقر عليا قالت لي انا ضي زيني صافي وهضروا معايا في التعليق البنات قولوا لي قولي لي واش كاينه شي بنت اللي قربت تولد ولا يلاه عرفات راسها حامله ولا في 5 شهور ولا المهم قولوا لنا ان معنا البنات اللي دابا كما قلت لكم قربوا يولدوا ولا يلاه عرفوا راسهم حاملات ولا حاملات. المهم عاودوا لنا شنو كيدوز عليكم ولا كيفاش كتحسوا كيف ما قلت لكم انا الدنيا كنلوح شي حاجه ساهله ما حسيت حتى شي حاجه ولكن في العيب لينا في التعليق ونشوفوا واش معنا البنات اللي دابا كتمروا في الفتره ديال الوحام البنات اللي قربتوا تولدوا شنو كتحسوا اشنو كدوزوا دابا البنات اللي دابا في الفتره ديال الوحام واش جاكم ساهل ولا صعيب كيف ما كتعرفوا البنات اللي متبعيني من ديما راكم عارفين الوحام جاني صعيب في العيان في دنيا سبحان الله جاني ساهل جدا في العيان جاني صعيب جدا يعني العكس تماما. قولوا لنا قولوا لي في التعليق باش كيما قلت لكم راه البنات كاملين كنتعاودوا مع بعضياتنا ونشوف حتى انا التجارب ديالكم شنو كتحسوا وبنات اخرين حتى هما اكيد يشوفوا ويعرفوا راه ماشي بوحدنا ماشي بوحدنا راه كاينين بنات اخرين حتى هما كيتوحموا بنات اخرين كيعانيو اخرين اللي لا يعني سبحان الله كل مراه وكيفاش يعني كتجيها لا الولاده لا الوحم كل امراه وكيفاش. يعني واش وضحت لكم هنا ان الولاده ديالي كانت طبيعيه ولاده طبيعيه الحمد لله والحمد لله البنات كما قلت لكم في الاول وفي الاخر كلشي داز على خير وبخير. وصافي تهلاو ليا فراسكم وحتى نتلاقاو في فيديو ما جاي ان شاء الله بوسه كبيره وتهلاو ليا فراسكم.